وما زالت بتتوالى تهاني كل الفنانين بصفه خاصه من عشاق النادي الاهلي. امبارح كان معانا نجم الغناء ايهاب توفيق طبعا اللي اسعدنا بمكالمته الحلوه، والنهارده معانا صوت مصري جميل رنا سماحه. عايزه تهني كل حضراتكم يا رنا، صباح الفل عليكي ومليون مبروك، اتفضلي. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا اخواني، صباح الهنا، صباح النصر، صباح النصر للدين العظيم. سمعنا والله اعلم ان انت اهلاويه جدا قوي خالص وزوجك زملكاوي جدا قوي خالص، حصل الى اي حصل الى اي درجه الكلام ده صحيح؟ الى ابعد درجه. كلام مظبوط جدا، انا اهلاويه جدا وزوجي المرحب سامر ابو طالب زملكاوي جدا، ولكن هو برضه من الناس اللي عندها روح رياضيه، يعني بيتفرج معايا على ماتشات الاهلي. جميل جميل، بنلعب حد بره مصر وبيبقى بيشجع الاهلي يعني. اوكي، اكيد بينتج عن ده برضه نوادر كتير لما بيكون في لقاءات بتجمع ما بين النادي الاهلي والزمالك بصفه خاصه. بقينا ننفصل بقى، يعني كل واحد بيروح يتفرج عند اهله علشان نبقى في السيف سايد. وابنك الصغير بسم الله ما شاء الله عنده كام سنه؟ مالك عنده سنه ونص. ما شاء الله ما شاء الله. خدتيه يا رنا معاكي الاستاد اكتر من مره؟ انا قدامنا الصور اهي، خدته. لا بتاخده معاها الماتشات؟ الله الله، انا بشوفتك مره من بعيد هناك قبل كده، كان معاكي ابنك برضو، كنتوا قاعدين في المقصوره وشفتك من بعيد. لا يعني خليني برضو اروح معاكي للماتش اللي فات، اتفرجتي فين؟ كان معاكي جوزك ولا لا؟ كنت متوقعه اصلا يا رنا النتيجه؟ الماتش اللي فات اتفرجت مع اهلي في البيت، وطبعا مفيش حد ما بيتوقعش، يعني مفيش حد اهلاوي بيبقى بيتفرج على ماتش وهو مش متوقع فوز الاهلي. صحيح صحيح. طب انت مهما كانت الظروف لما بتاخدي مالك معاك الاستاد في ماتشات الاهلي، طب ما انت كده من وجهه نظر ابو مالك ممكن تكوني بتستقطبيه ناحيه ما هو اهلاوي مش كده برضه؟ هو سامر استسلم لامر الواقع لان مالك بقى يقول اهلي. فهو اللي حجز لنا الماتش الحقيقه بتاع الماتش اللي هو تقريبا كان ماتش ترجي. كان الاهلي والترجي لما رحنا. لما شفت فسامر قرر يحجز لنا احنا الاثنين نروح نتفرج على الماتش، عشان خلاص هو مالك بقى اهلاوي غصب عنه، يعني بيجي يتفرج معايا انا واهلي، فبيشوف الاحتفالات واللي احنا بنعمله، فخلاص بقى اي ماتش شغال. انتوا كده بقيتوا جبهه اهلاويه جوه البيت. واغلبيه يعني 2-1. ايوه. طيب برضو فرصة وانت معانا يا رنا، عرفينا بقى ايه الجديد عندك فنيا ان شاء الله الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية عندي اكتر من اغنية سينجل ان شاء الله نازلين خلال الايام اللي جاية ان شاء الله. في اغنية كنا عملناها للاهلي انا والفنان اساف ومحمد سراج كمان، كانت اغنية لذيذة قوي برضو، عندكم في القناة خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله. جميل. طيب بقول لك، ما تيجي نعمل عملية جس نبض كده مع المشاهدين لينا والمتابعين، ونسمعهم جزء بسيط من أي أغنية من اللي أنت هتنزلي بيهم الفترة الجاية إن شاء الله. أنا ممكن أسمع أغنية الأهلي. طيب أحلى وأحلى، يلا بينا. قول الأهلي جوه علينا وحكاية زمانها، قريتنا سمرة وجينا غيرنا ألوانها، عندنا بدأ التاريخ واترسمت الصورة، عندنا كتب التاريخ الأهلي أسطورة. يا سلام. بحب الاغنيه دي اصلا قوي. رنا ممكن اقول لك على حاجه قبل ما نقفل؟ اتفضلي. انت عارفه مسلسل النص الثاني طبعا بتاعك انت مصطفى ابو سريع؟ مظبوط. انت عارفه ان انا بحبه جدا والله. والله بقعد اتفرج عليه على اليوتيوب لحد دلوقتي. ربنا يخليك يا نهى، وعنده شرف لينا والله. لا بجد جميل، وانت كنت جميله، ومصطفى ابو سريع مش ممكن بجد. لا 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 فظيع. جامدين جدا. مصطفى دمه خفيف بشكل هستيري، وعلى فكره ممثل قوي جدا حتى بعيدا عن الكوميديا، ومثل شاطر جدا في الكوميديا بقى، بيتألق بتلقائيته المعهودة. فتحياتنا ليه لو بتابع حلقتنا النهاردة بالصدفة. ايوه مظبوط مظبوط. نورتينا يا رنا. ميرسي يا رنا، نورتينا والله بجد. ونهاركم يا رب دايما. ميرسي يا حبيبتي، وان شاء الله تنورينا لما ظروفك تسمح عندنا ان شاء الله في 10 الصبح في الليل، لو بتصحي بدري يعني.